تعالى دكتور محمد نشوف الناس في الشارع رأيها ايه في الاكتئاب الموسمي ونرجع تاني للاستوديو. خليكم معانا هنتكلم على التوكيدات بعد الشارع. في ناس بتبقى متعلقة قوي بان الشتا بيجيب اكتئاب وكده، بس في ناس بتبقى واخدة ان هو روقان وراحة بال اكتر، يعني بتختلف من شخص للتاني مش اكتر يعني. والله هو على حسب، لو انت مثلا طالب، انت طالب بسبب المذاكره وبتاع، فهيبقى الاكتئاب اعلى، انما على لو مثلا واحد شغلته هاديه او حاجه فهتبقى اهدى، وخصوصا ان الشتاء بيبقى برد وكده، بس ساعات بيبقى الجو لطيف، هتبقى مثلا قاعده حلوه لو بتاع فيهدي المود. طبعا بالذات حتى في العين، يعني لو انت مثلا قدامك منظر زي اللي احنا بنشوفه اخر النهار الايام دي في الخريف مع بدايه الفصول، بتلاقي المنظر مغيم. احنا بطبعنا بنحس ان التغييم ده مفيش فيه نور، فبطبع البني ادم بيحس ان الدنيا مش كويسه. اكيد طبعا المنظر او العين بتاخد طبع البني ادم من جوه. في الصيف لا طبعا مرتاحه هي عشان قاعده في البيت واجازه والكلام ده، في الشتاء بقى بيبقى ضغط عليها مذاكره وجو ودروس. طبعا الصيف بيبقى فيه نوع من انتعاش للبشر كده، اما فصول الشتاء كده تحس فيه انكماش للبشر كده، فتحس فيه نوع من الاكتئاب شويه يعني. في الشتاء بلاقي نفسي احسن شويه عكس الصيف، دايما بقعد في البيت في المروحه والتكييف. الشتاء بخرج براحتي، بخرج اكتر يعني. يعني مثلا في الصيف ممكن نخرج، بيكون في نشاط عن الشتاء. الشتاء بيكون الجو اكتر، بيكون البيت اكتر. يعني كل واحد وليه التفصيله بتاعته اللي تخلي طاقته مظبوطه مع الفصل اللي حبه يعني. طبعا الشتاء احلى من الصيف، بس الشتاء بحس فيه برتاح نفسي كده. لما بحس ان مودي مش مظبوط او كده بدور على حاجه بتفرحني، زي مثلا بسمع اغاني، بشوف ايه اكتر حاجه هاديه بعملها. على حسب يعني، لو مخنوق ممكن انزل اتمشى شويه، بقرا قران، بقعد مع نفسي يعني. بحب امشي في البلد شويه، في شوارع القاهره الجميله بتبقى بتغير من المود يعني. بسمع اغاني، بتفرج على فيلم، انزل ممكن اعمل اقابل صحابي، الكلام ده كله. لما مودي مش هيكون متظبط هروح مثلا، يعني انا اسكندريه اقرب حاجه ليا بطلع البحر، بنام، بخرج، بكلم صحابي. ممكن نقول ليها مرتبطه اكتر عند الستات، علشان الستات نقدر نقول ان هم بيبقوا عكس الرجاله، ما بيستحملوش اكتر، فنفسيتهم بتبقى ومشاعرهم فياضه اكتر، فممكن بيتاثروا بده. اما الراجل بطبعه قوي بيتحمل اكتر من هو صغير، فما افتكرش الحاجات دي بتاثر فيه. الحاله النفسيه في بمناسبه الفصول بتبقى عند الستات اكتر يعني. لا بعتقد اللي هي بتظهر اكتر على الرجاله طبعا في ضغوط الحياه والكلام ده، فبتظهر اكتر عند الرجاله يعني. ان الشباب بيتاثروا اكتر بموضوع الفصول، وان عشان بيشتغلوا الكلام ده كله عكس البنات. والله يعني هم الستات بتاثروا من اي حاجه. يعني مش محتاجين فصول، بس يعني كده كده ممكن يتاثروا من اي حاجه تضايقهم، تقلب المود وتعرفيش هم زعلانين من ايه، بس هم ما يعرفوش هم كمان، بس كلهم زعلانين، ففي المود العام في زعل يعني. ما اعرفش، بس انا بحس ان الستات اكتر، الرجاله ما بيفرقش معاهم حاجه عامه يعني.